لو قلت لك أنك مدعو إلى عشاء سيحضره مشاهير تتمنى لقاءهم، كيف سيكون شعورك؟ ماذا لو علمت أنك لست بحاجة لا إلى عشاء ولا إلى لقاء، وما عليك إلا أن تقرأ بعض الكتب التي ألفوها؟ فالكتاب ما هو إلا خلاصة فكر المؤلف بعد سنوات من التجارب والخبرات، جمعها كالألماس ليقدمها لك على طبق من ذهب، فيسمح لك بالدخول إلى أعماق تفكيره لتضيف أنت عقلا جديدا إلى عقلك، وتختصر على نفسك كثيرا من التجربة والخطأ. فالعاقل من يتعلم من كيس غيره كما يقال، لكنك ربما تتساءل ما لديه الوقت ليقرأ. ببساطة يا صديقي، الهدف من القراءة هو تحصيل المعلومة، فيمكنك مثلا الاستفادة من التقنيات الحديثة لهذه الغاية، كالكتب الإلكترونية المقروءة والمسموعة والفيديوهات والتطبيقات وغيرها حسب أسلوب حياتك. وتذكر أنك في اللحظة التي تتوقف فيها عن المعرفة ستبدأ ذاكرتك بالتراجع، وأنه كلما تعلمت شيئا جديدا يتغير شكل دماغك إلى الأبد ليتضاعف نشاطه آلاف المرات. فالقراءة للعقل كالتمرين للجسم، وأول كتاب تقرأه يكتب أول سطر في مستقبلك.